منطلق هذه الدورة الخامسة من هذا المهرجان برهاناته الكبيرة، برهانه الإفريقي، خصوصاً بعد أن عاد المغرب إلى بيته الإفريقي بقوة، وهو لم يغادر قارته أبداً. المغرب دائماً كان في قارته، في مسكنه الإفريقي العظيم. المغرب جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وإفريقيا بجغرافيتها، بذاكرتها، بتاريخها، بتعدد أعراقها، إفريقيا برموزها الحضارية والإنسانية، بتعددها اللغوي التري العظيم، إفريقيا بتراثها المتعدد المختلف الغني جدا، موجود في المغرب، في الثقافة المغربية، وفي المجتمع المغربي، وفي الذاكرة المغربية، وفي التقاليد المغربية، في الموسيقى المغربية. هناك حضور للمرجعية الإفريقية، في الطبخ، في الأهازيج، في الأغاني، في التعبيرات الاجتماعية، في اللباس، في العديد من مكونات الثقافة المغربية هناك عمق إفريقي. لذلك سعدت جدا بهذه الدعوة الكريمة من إخوتي في جمعية آثار، وعلي أن أعبر عن شكري وامتناني لرئيسها ولأمانتها العامة ولكافة أعضائها، والشكر موصول لكل من يمد يد العون لدعم هذه التظاهرة في خطوتها الخامسة، وآمل أن تستمر في المستقبل. ليس سهلا أن يتم تنظيم مهرجان دولي قوي بهذا التعدد، بهذا الحضور المرصع المضيء الجميل، بنساء وشابات إفريقيا وشبابها. ليس سهلا من الناحية المادية، من ناحية الجهد الذي يتطلبه تنظيم مهرجان كهذا، ولذلك أقدر هذه الروح وأقدر هذا الشغف لدى إخوتي وأخواتي في مدينة سطات. أعتبر نفسي ابن مدينة سطات، أنا مواليد مدينة بن أحمد، اللي هي منطقة صغيرة، مدينة صغيرة تابعة لإقليم سطات، لعمالة سطات، وكنت من تلامذة مدينة سطات، كنت تلميذا داخليا في ثانوية بن عباد في سطات، وأنا مدين لهذه المدينة، مدين لأبنائها وبناتها ومثقفيها وأدبائها ومناضليها وفنانيها ولاعبيها الكبار. يعني علينا أن لا ننسى فريق مهضة سطات، وهذه مناسبة، لا أريد أن أطيل، مناسبة لأدعو المسؤولين جميعا في المؤسسات المنتخبة وفي عمالة سطات، كل من يملك حس المحبة والتقدير والاعتبار لهذه المدينة عليه أن يفكر في فريق النهضة السطاتية. فريق النهضة السطاتية كان من الفرق الكروية الأساسية في الوطن العربي وفي إفريقيا، وليس فقط على المستوى الوطني. إفريقيا النهضة السطاتية فازت بكأس عيد العرش في 71، وفي سنة 1970 فازت ببطولة المغرب عندما كان على رأسها المدرب الوطني والدولي اللاعب الدولي الكبير المرحوم العربي بن مبارك جوهر السوداء. أذكر أسماء، قد لا أنسى، قد أنسى بعضهم، لكن أذكر جباري في حراسة المرمى، والمعطي، ومليح حمد العلوي، وقاسم سليماني، وشعيب بدة، والغيادي، وحمرو، وغيرهم الأسماء، والأجيال المتلاحقة، الزعيم وبودراع وإلى رغيب، إلى الجلالي رونق، إلى آخره. لذلك الركبي وسعيد والإخوان، النهضة السطاتية ينبغي أن تعود إليها الحياة، ينبغي أن تستمر كفريق يشرف كرة القدم المغربية، ينبغي أن تلتحم إرادة الجميع لنعيد الاعتبار لهذا الفريق. شكرا لهذه الالتفاتة الكريمة، شكرا لكم جميعا.
Merci beaucoup pour ce vibrant hommage. إذن غادي يبقى معنا الدكتور السي حسن نجمي. كما عهدنا مدينة سطات كسائر المدن المغربية تنجب أسماء كبيرة في جل المجالات وفي جل القطاعات الفنية والثقافية والسياسية كذلك، معروفة بعملها الجمعوي والإنساني في حركة مقاومة كذلك مستعمل أجنبي، يعني عنده واحد ريبرتوار كبير 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 جدا، وحنا اليوم كنشوفوا واحد النموذج اللي توا كبير جدا، بغيتكم تعاودوا تصفقوا ليه بحرارة. للتذكير راه شغل منصب ديال مدير هيئة الكتاب والمطبوعات بوزارة الثقافة، وباقي أستاذ ولا ياك؟ إذا فاسم كدكتور السي حسن يستحق تصفيق ويستحق تشجيع ويستحق الكلام الرائع والطيب. إذا اللي غيعطي اليوم عندنا واحد مفاجأة لك، اللي هي عبارة عن تكريم في شخصك الكريم، واللي غيعطيك التكريم هذا هو إنسان وفنان ابن مدينة سطات، عرف بأدواره في التلفزة المغربية وفي السينما، عرف بعزفه وتفننه الرائع بإبداعاته، وهو اليوم هو مدير المهرجان سياسي الزياني. تصفيقات حارة سياسي الزياني. زياني مريم ماري في أجين. للتذكير ياسين الزياني آخر أعمال ديالو كان شارك في مسلسل الرحاليات، عازف يداعب أوتار الوترة وآلة الأوتار بتفنن وبإيقاعات حميمية. الدكتور pour tout ce qu'il a fait pour l'association. Si je comprends bien, hein? Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Pour la culture, pour la littérature, pour la poésie. Soit c'est un homme de culture qui est devant vous ici, mesdames et messieurs. C'est Hamidine, Raïs Mehrajan, Atourat Al-Ifriqi, ou Raïs جمعية آثار صور تذكارية. الله يخليكم. عطيت السي عبد المجيد هو اللي عطيه التذكار ياك. هو كيل بو تابلو. ميرسي بور تو سكو فوز افي بور لا كولتور ماروكين اي او دولا ميم بور لا كولتور افريكين. ميرسي كو ديو نو دون بوكو دوم كوم فو. ويبقى دائما. برافو، ميرسي بوكو. اذا نمر. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'en République de Guinée, qu'il y a un palais qui porte le nom du roi Mohamed V? Vous le savez? Ok, comme pour vous dire que les liens entre la République de Guinée et le Maroc ne datent pas d'aujourd'hui. Merci Mariam. إذا نمر إلى لون شعبي، لون أعطى للموروث الشعبي والثقافي والفني المغربي، مع مجموعة طقطوقة الجبلية، مع الفنان الكبير عبد السلام السحلي. ستان ارتيست ماروكان. إذا نترككم مع جو من المتعة وجو من الفرجة مع الطقطوقة الجبلية. لهوان
On l'applaudit très fort, s'il vous plaît.